الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني حوارات وكفاءات خاصة. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور المعروف الدكتور حسين محمد الكسواني، مدير مستشفى فيلادلفيا ورئيس الجامعة الأمريكية. بداية سعادة الدكتور حسين محمد الكسواني، مرحب فيك برنامجنا الوطني ونحكي لك بداية مساء الخير، وأيضا كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم. احنا تشرفنا بتلفزيونكم، ما شاء الله عليكم، انتم نشطين وكلكم شباب، هذا اللي أنا ملاحظه على كل تلفزيونكم وبرامجكم. نعم، يعني تشرفنا دكتور دائما وأبدا. أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع ولك الباع الطويل بالخدمة الطبية. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين سعادة الدكتور حسين محمد الكسواني، نعرف السادة المشاهدين عن حضرتك، عن حياتك العملية والمهنية قبل رئاستك للجامعة الأمريكية وأيضا رئاستك لمستشفى فيلادلفيا. تفضل دكتور. والله شوف، يعني أول إشي أنا فخور إني أنا فلاح أول. أنا والدي كان مدير مدرسة في الخليل، فأنا ولدت بالخليل وعشت أول 4 سنين بالخليل، عشان هيك أنا بحكي خليلي أحي، عشان أول 4 سنين كنت أحكي خليلي. بعدين الوالد الله يرحمه كان مدير مدرسة في أكثر من بلد وقرية، فروحت معه وتغيرت لغتي، فصارت لغتي شوي مختلطة يعني. أنا درست دراستي الثانوية بالقدس، خريج المدرسة الإبراهيمية والرشيدية، والدي كمان خريج نفس المدرسة ترى، وجدي يعني بالعشرينات ووالدي بالأربعينات. فرب دارة النفع زي ما ذكرت لكم، فأنا بالتوجيهي ما جبت المعدل الكافي بنص الستينات إنه أقبل في جامعة في الجامعات العربية، فقصاصا وعقابا إلي والدي بعتني لأوروبا أدرس طب. فخلصت الطب في جامعة اسمها نوفي ساد اللي هي في يوغوسلافيا السابقة. فهذه الجامعة كانوا معظم طلابها وسكان البلد مجريين، فعشان هيك استفدت كمان مش بس أتكلم اللغة الصربية اللي هي لغة الأصل، كمان تعلمت اللغة المجرية وكمان الألمانية، لأنه أهل البلد قبل الحرب كانوا ألمان ومجريين، فعشان هيك يعني استفدنا شوي. هلأ بعديها رحت لأمريكا، وكانت أيامها حرب فيتنام، بس تخرجت كانت أيامها حرب فيتنام، ف اضطريت أدخل الجيش الأمريكي كخدمة يعني إجبارية. لحسن الحظ أنه كان رئيس اللجنة ألماني، وحكيت معه بالألماني فتفاجأ انه كيف. انا قلت له انا شعرت من الاكسنت تاعك، يعني من لهجتك انك من اصل الماني. قال لي انا ابوي مولود في امريكا. قلت والله جدك ال11 مولود في امريكا، لا ف 11 الا اعرفك انك الماني. فمسكني بيدي ولحسن الحظ بعتني للسكرتيره تحولني الى شتوتغارت في المانيا، فخدمت الجيش الامريكي في شتوتغارت. وبعديها طلعت بعد الفتره هذه وكملت تخصصي في المانيا، تخصصت في ألمانيا، وفي نفس الوقت عملت الدكتوراه غير التخصص، لأنه في ألمانيا ممنوع، في ألمانيا ممنوع تقول عن حالك دكتور إلا إذا معك دكتوراه. يعني كنت طبيب أخصائي استشاري أول الطبيب فلان، بس بتصيرش تقول الدكتور. فرحت عملت هذا الدكتوراه في جامعة بون، والحمد لله تخرجت من خلصت التخصص هناك. ما شاء الله، يعني دكتور لك صولات وجولات في خارج الوطن، وايضا وحضرتك رئيس ايضا الجامعه الامريكيه ما شاء الله. دكتور لك نشاطات كثيره ما شاء الله عليك، لكن نتحدث بدايه عن مستشفى فيلادلفيا. متى تم تاسيس هذه المستشفى العريقه مستشفى فيلادلفيا؟ نعم، اول شيء انت بتلاحظ الاسم فيلادلفيا. نعم، بتعرف من جاي الاسم. أكيد. فيلادلفيا للاسف بجوز كثير من الشباب الجداد او الجيل الجديد بيعرف شو معنى فيلادلفيا. فيلادلفيا يعني فيلا الكويس ودلفيا برضو الكويس، فهذا الاسم القديم قبل 5000 سنه هذا لعمان، اول شيء كان اسمها فيلادلفيا، بعدين صار اسمها عمون، بعدين وتطور. المهم فاحنا حبينا نستعمل الاسم العريق لعمان،
فسميناه فيلادلفيا، وان شاء الله انه مستشفى عالي. غيره في حدود 14-15 سنة، يعني 14 سنة انا بديته كمستشفى نساء ولادي لانه هذا تخصصي، واطفال انابيب يعني اول شيء عملت فيه مركز اطفال انابيب ونساء ولاده، وبديت هذا. بس انا ما كنت في البداية أداوم فيه، أنا كنت برا المملكة سواء في ألمانيا بعدين في السعودية، فكنت أشرف شوي من بعيد، عندي إدارة كان المستشفى. وبعدين شوي شوي شفت أنه مناسب أو أحسن لو حوله إلى مستشفى عام، فطبعا استوفيت الشروط اللي هي الأراضي اللي حوالي اشتريتها والتجهيز، وجهزته إلى مستشفى عام في كل التخصصات ما عدا القسطرة وجراحة القلب. هلأ اشتريت الأرض اللي جنبي، وهي يعني باقي لي شهر باقي لي شهرين أبدأ برضو في مركز القلب فيلادلفيا للقلب في نفس المستشفى. جميل. يعني دكتور نتحدث عن عدد الكوادر، نتحدث عن أبرز الأجهزة المتطورة والحديثة داخل هذه المستشفى العريقة والمرموقة. والله شوف الأيام هذه التكنولوجيا صارت ترفض انك انت تقعد تسوي اشي بايدك يعني. فاحنا بالاول كنا لما نولد نمسك هالسماعة ونروح على بطن المريضة ونسمع دقات قلب البيبي او نشوف اذا عنده طلق او شيء. فاليوم احنا طبعا بالنسبة للنساء والولادة مثلا سواء في الولادة غرفة الولادة هي شوي لما تدخل المريضة بتخاف، هون جهاز هون جهاز هون طالع هون وبحطها بطنها وعبطنها. فاحنا عندنا التجهيز كامل من ناحية تخطيط قلب الجنين، تخطيط الطلق. يعني احنا من يومين مثلا كانت عندي مريضة بدون مبالغة عرفنا انه يعني قبل بساعتين ما يصير اي اشي بالطفل كان اشياء مبكرة في تخطيط قلب الجنين مع الطلق بسميها تايب 1 وتايب 2 ديبس. هدول اكتشفنا انه هالجنين هذا لازم يطلع، مش فيش في مجال انه ننتظر عليه نص ساعه وساعه. بتسمع دقات القلب وبتراقب الطلق اللي هو الكونتراكشنز تاون الرحم، وبتشوف انه شو بصير في الاكسجين. فاكتشفنا انه مثلا الحبل السري كان ملفوف على رقبته مرتين، والحمد لله طلعنا على السريع قبل ما يصير معه اي مضاعفات. أكيد تطور الأجهزة. أكيد طبعا إحنا الأجهزة كلها يعني هلا أنا لأنه أنا شوي من حزب الحريم، أنا دكتور نساء ولادة، فأكثر الأجهزة اللي هي مثلا الأشعة الصوتية وكل التجهيزات اللي في غرفة الولادة والمختبر، وفي أطفال الأنابيب كمان نأخذ عينات من الجنين قبل ما نرجعه ولا شغلة. طبعا أنا إحنا مركز الطفل الأطفال الأنابيب هذه أولوية كانت عندي في المستشفى. ما بعرف إذا عندك المعلومة هاي، بس يقال إنه أنا أول حالة طفل أنبوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط نجحت معي سنة 80. بس للأسف أيامها ما كانش عندي فتوى، فسويت الحالة في ليون ورجعت الأجنة، وبعديها بعد 12-13 يوم اتصلوا على هذا سنة 80. لحد الآن الطفل اللي سنة 80 إلى 81 ولد بتصل علي وشاكر، ووالدته ووالده الله يرحمه كان باتصال معي على طول. فيعني فإحنا التجهيز طبعا من أول يوم كان مجهز أطفال أنابيب ولادة كل التجهيزات. طبعا غرفة الطوارئ لابد منها بكل أجهزتها، تخطيط قلب ومع مع مع حالات الإسعافات الأولية. يا ما أجانا هذا الكوادر من الأطباء من طبعا موجودة أكيد أكيد. يعني يا ما أجانا ناس يكون ميت جاي وصل ميت أو يدوب آخر شيء ويروح على بيته بركاض برجليه. نفس الشيء بالنسبة طبعا التخطيط السي تي سكان والحالات والأجهزة الثانية بالأشعة والهاي كلها هاي مجهزة من أول يوم. طبعا أكيد كل إشي بيجي جديد بنغير القديم بالإشي جديد. نعم نعم، مع أنه مرات
بقول والله خلي القديم برضو مرات كويس الواحد جسمه، بس برضو كله مع بعضه لازم يعني لابد إلا إنه الواحد اليوم يكون up to date، خلينا نقول يكون يعني بالتجهيز وبرضو بالكوادر. جميل. يعني دكتور ذكرنا عن الأجهزة المتطورة الحديثة، أكيد ذكرنا عن الخدمات، ذكرنا الكوادر والكفاءات الموجودة داخل هذه المستشفى العريقة. أيضا بماذا تتميز هذه المستشفى؟ أكيد ذكرت أيضا في فتحته قسم جديد للقلب. يعني احنا اشترينا البناية، بنينا فيها طابقين زيادة، راح يكون مجموع البنى حوالي 2000 متر مربع. نعم. بس وراح نحط فيه لسه ما يعني ما بدينا القسم، بس راح يكون فيه قسم قسطرة وقسم قلب مفتوح، وكمان راح يكون فيه غرفة عمليات لربط المعدة. المعدة لأنه أنا بحب شو قصد بربط المعدة دكتور؟ هلا الناس الإسمان أنا بنصحهم إنه يعملوا رجيم، يعملوا رجيم وما يعني يخففوا من الأكل أو يوقفوا الأكل، يعني بكفي بس مرات بتضطر إنك تقص جزء من المعدة حتى إنه تصغر المعدة، وبالتالي بقل دخول الطعام وبالتالي بنزل وزنهم غصب عنهم. ننتقل الآن كرئيس الجامعة الأمريكية العالم، لك نشاطات أيضا في هذه الجامعة. دكتور شو الفرق بين الدراسة في الخارج أكيد ودراسة الطب في الداخل؟ شو الفرق؟ حابين أكيد بخبرتك ولك البعض طويل في هذا القطاع، حابين نعرف شو الفرق بين أمريكا والأردن؟ والله شوف احنا زي ما كانت جدتي الله يرحمها تقول الكل بطبخ مي وملح، هو تقريبا البرامج كلها نفس الشيء سواء في امريكا او في بلادنا. بس مثلا انا اللي من حوالي 15 سنه مهووس بالتعليم الطبي، يعني بجانب انه انا الاستاذ اللي بشتغل عمليات ونساء ولاد واطفال انابيب وهذا، بس ما بعرف طلعت في مخي من 15 سنه انه افتح كليه طب. فاول كليه طب فتحتها في بليز اللي هي في جنوب امريكا قريب تكساس هناك، فهذه البرامج اللي انا عندي بالكاريبي، وعندي كمان هلا في جزر بريطانيه اسمها تركس اند كيكس، وهلا يعني في لسه كمان في بالي كمان محلين افتح كليه الطب. البرنامج اللي بندرس فيه الطب في الجزر هذه، احنا بندرس المواد البري ميد والبيزك ساينس بنسميها الاساسيه، يعني اول 6 فصول بندرسها بالجزر، وبعدين بنطلع الطالب على الامتحان الامريكي اللي هو بنسميه احنا بنسميه هلا كان في الاول اسمه على زماني كان اسمه اي سي اف ام جي، بس اليوم بسموه يو اس ام يونايتد ستيتس ميديكال اسيشن اكزام. هلا بنطلعه على امتحان الجزء الاول الامتحان الامريكي. هلا بعد ما يخلص الامتحان الامريكي الجزء الاول احنا بنتفق مع مستشفيات تعليميه في امريكا. بالنسبة لجامعة الثنتين اللي هلا موجودات في الكاريبي متفقين مع مستشفيات تعليمية في شيكاغو. أنا بحب شيكاغو لأنه أول محل اشتغلت فيه في أمريكا كان في شيكاغو، بصراحة علموني يعني الأشياء الأساسية، بتذكر من ألف للباء كله تعلمته في شيكاغو، فبحب البلد بحب البلد، مع أنه برضو ميامي حلوة كمان فلوريدا، بس فبندرسهم المواد السريرية في شيكاغو، مش العملي وبس، النظري كمان. يعني الطالب بيروح 6 سمسترات أو 6 فصول بندرسوا إياهم كلهم في المستشفيات التعليمية في شيكاغو. يعني الطالب مثلا عندنا من الصبح من الساعة 8 للساعة 11 محاضرات في نفس المستشفى، مثلا أمراض باطنية، طبعا بيجلس الواحد 3 شهور في الباطنية، 3 شهور جراحة، 2 شهر نساء ولاد، وأهله مجرب في برنامج معين. فبندرسهم المواد السريرية المحاضرات من الصبح للساعة 11 أو مرات للساعة 1، وبعدين الأشياء العملية بندرسهم إياها بعد الساعة 12 في نفس المستشفى ونفس الدكتور اللي هو بيشرف على مجموعات من 5 طلاب 5 طلاب. الحين
سؤالك كان كثير يعني شوي حركوشي حركوشي ترجمه الحركشه حركوشي. سؤالك يعني شو الفرق بين طالب يخلص في جامعة السوربون ولا في أكسفورد ولا في الجامعات المشهورة، بلاش نذكر أسامي جامعات عربية، مع احترامي كله بصراحة، يعني أنا بنتي درست في هون في الأردن طب، فما يعني المهم، فالفرق إنه طالبي بدرس أول 6 فصول في خارج أمريكا في الكاريبي، أو بجوز بس فصلين إذا كان معه بريميد من أمريكا، بس بدرس فصل ونص يعني سنة ونص أو سنتين بس، وبعدين بطلع امتحان الأمريكي وبيكمل آخر 6 فصول في أمريكا. فإحنا شوي عقدة الأطباء، مش بس أنا كلنا يعني، إنه أول ما يتخرجوا بدهم يتخصصوا بأمريكا، الكل بده يتخصص بأمريكا. طيب هلا بأمريكا كان بالأول على زماني قبل سنتين طيب خلينا نقول قبل 30 سنة، كان الطبيب يعني الطبيب دائما كل طبيب يخصص بأمريكا، فعزماني كان تخلص الامتحان الأمريكي بعد شهر يأخذوك للتخصص ما عندك مشكلة. بس حاليا لزيادة عدد الأطباء اللي بيجوا من دول ثانية مثل الهند ومثل حتى من الصين اللي بده يجوا ويسووا الامتحان الأمريكي بده يشتغلوا، فصار عندهم ضغط. فالحين الطالب ما بصح له يتخصص إلا بجوز بعد سنة أو سنتين مع أنه عامل امتحان الأمريكي. فبس الفرق بين الطالب هذا اللي بيجي من برا وطالبي اللي دارس آخر 6 فصول في أمريكا أنه 50 إلى بجوز 70% من الدراسة درسها في أمريكا في مستشفيات تعليمية أمريكية. فعشان هيك نفس الشيء بعد شهر طوالي بياخدوه، بستناش الفترة الطويلة هاي اللي الخريج من جامعة تانية غير بكون عنده كفاءة. نعم بكون عنده كفاءة حتى الاسم يعني، وحتى بجوز ثاني يكون عنده كفاءة، حرام يعني مش بنقولش احنا ثاني، بس انه دارس في امريكا 50% من الدراسة، فالامريكان بياخذوا طوالي للتخصص بعد شهر او شهرين. نعم للاسف احنا يعني ندخل موضوع اخر اكيد دكتور، يعني للاسف عندنا هون الخريج 4 سنين أو 5 سنين باي اختصاص للاسف بتكون السنة للأسف علميا لا يوجد تطبيقيا للأسف بدول أوروبا، أتوقع أنه اختلاف آخر علمي وتطبيق، سنة علميا وسنة تطبيقيا، أتوقع عشان يوجد لهذا السبب يوجد كفاءة قوية من أي خريج بأي اختصاص أو أي عمل. يعني هون الطب هلا أكثر الجامعات حتى في بلادنا العربية صاروا يمشوا على النظام القريب للنظام الأمريكي. فيعني أنا مش لأنه أنا يعني بديت تخصصي بأمريكا أو أولادي درستهم في أمريكا، أنا لأنه بحكم أن أولادي مولودين في أمريكا فدرستهم في أمريكا فكان أسهل عليهم الله يسلمك. بس لا هو شوف دراسة الطب يعني بيني وبينك هلا دراسة الطب تعتمد على نفس الطالب أول إشي. ثاني شيء مضبوط المدرسة أو النظام اللي بتدرس فيه إنه إله أثر، إله أثر، وإن شاء الله إنه يعني كثير هلا جامعات حتى في بلادنا العربية صارت تقرب على النظام الأمريكي. يعني دكتور أكيد لك نشاطات أكيد دائما بتواكب العصر من تكنولوجيا من تطوير، ما هي الطموحات أكيد سعادة الدكتور أكيد دكتور حسين محمد الكسواني أكيد والرؤية المستقبلية لك أكيد دائما تطلع للطموحات، ما هي طموحاتك دكتور؟ والله أشوف طبعا المشكلة إنه بس يصير لك أولاد ويكبروا شوي بتصير تبدأ التركيز على أولادك أكثر من على نفسك. فأنا حاليا شوي عندي متتيم بالتعليم الطبي، فحاليا كمان في عندي خطة أفتح كمان كليتين طب في إحدى الدول الأوروبية، واحدة وواحدة كمان ثانية في الكاريبي في البريتش آيلاندز. فيعني امبارح كلمني رئيس وزراء إحدى الدول في الدول الكاريبية، واليوم راح يكلمني
انه راح افتح هناك كليات طب. انا صرت احب كليات الطب، ما بعرف، بحب التعليم الطبي، شايف كيف؟ مع انه انا كمان بتعرف انا بيع فلافل، فلافل احنا عندنا 42 فرع من مطاعم هاشم الفود والفلافل، 42 فرع بالسعودية، مطاعم هاشم، مطاعم هاشم اللي في البلد، اللي كان في أيوة اللي حاليا، فاللي بالبلد عندنا منهم 42 فرع بالسعودية حاليا. نعم، احنا عندنا كمان اشياء ثانيه يعني نشاطات، اختصاصات، لا هي استثماريه يعني عندنا احنا مصنع لاناره الشوارع كمان، العواميد الشوارع هاي. ويعني الواحد بده يمشي حياته عشى هالولاد. الله يسلمك حبيبي، اكيد بتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله، اكيد دائما طموحك عالي اكيد، وأكيد دورك مهم أكيد في خدمة المجتمع والاستثمارات أكيد الموجودة داخل هذا البلد. دكتور، شو بالأمر تحب توجه رسالة لجيل الشباب من فرسان وفرصة التغيير؟ أكيد لك الدور المهم لهذه الرسالة أكيد ساعتي. والله شوف، يعني أنا كل الشباب في العالم بأتمنى لهم مثل ما أتمنى لأولادي، فأنا أولادي بتمني لهم أول إشي يعني إنه يستغل كل فرصة أمامه للتقدم أو للتعليم إشي جديد. مع إنه بينه وبينك مرات بتلاقيك صعوبات، يعني أنا أول ما بديت بدي أسوي أطفال أنابيب، ما تتصورش الحرب اللي أقيمت علي علشان بديت في أطفال أنابيب من جهات معينة ومن جهات كذا كذا، يعني مش بس أنا كمان غير، يعني في بعض الزملاء كمان أكلوها في البداية، إنه والله شو تسوي طفل أنبوب، ما كانوش الناس يعرفوا شو طفل أنبوب، فكرة شو العيش العجيب. فأنا يعني إنه كل إشي جديد بس يدرسوه ويدخلوا في مجاله، يعني سواء شيء تعليمي، شيء تثقيفي، شيء هذا، انه الواحد يستغل اي فرصه ويدخل فيها حتى لو لاقى صعوبات في يوم من الايام، ما يهمه يعني في يعني من صغر الدرب لكل مجتهد نصير. دكتور، قبل نهايه هذا البرنامج الوطني، انجازات وكفاءات وحوارات خاصه، اكيد يعني من انجازات من كفاءاتك ما شاء الله دكتور، الله يسلمك، اكيد خاصه عام مستثمر المجال الاعمال اكيد في الاردن من جميع الاختصاصات. سعد دكتور، أكيد نعمة الأمن والأمان، الحمد لله لهذه النعمة بفضل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة. يعني دكتور أكيد جبنا مناسبتين، عيد الفطر السعيد، كل عام بخير. وأنت بخير حبيبي، من العايدين إن شاء الله. سعد دكتور، يعني لو قبل مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ظل هذه المناسبة وعيد الأضحى على الأبواب، أكيد نتمنى لكم التوفيق والنجاح أكيد دكتور والتطوير، وأكيد ولكل السادة المشاهدين والشباب، شو بتحب توجه له رسالة قبل نهاية هذا البرنامج دكتور؟ والله شوف، أنا لا أخفى عليك، أنا من الناس المعجبين بجلالة الملك، يعني وجلالة الملكة كمان بيني وبينك، يعني مع أنه تعرف أنا أكلت مقلب من أهل نابلس، وأنا جوزوني زوجتي ودفعت مهر نابلسية، قالوا إنها من نابلس ودفعت مهر نابلسية، وبعدين بعد 22 سنة أكتشف إنه جدها مولود 1892 في السلط، فطلعت سلطية، فمن قلت لها انك ليش طلعتي سلطية ودفعتوني مهر نابلسية، قالت لا انت بدأ منك هيك ورطت، لانه هلا لازم تكمل المهر لانه مهر السلطية اغلى، فهلا عم بيطالبوني ادفع بقية المهر للمدام. ويعني هذا طبعا المدام ما شاء الله عليها، هي استاذة جامعة، كانت عميدة كلية خدمة اجتماعية، دكتورة خدمة اجتماعية، وانا كمان زبون، هي ما اخذتني كحالة فردية. انت بتوجه رسالة سعادة الدكتور، اكيد يعني سعادة الدكتور اكيد حسين محمد الكسواني لأهلنا في نابلس، في أهلنا في فلسطين، أكيد فلسطين عزيزة، الله يكفيك أسرهم،
اكيد هذه الرساله اكيد من حضرتك اكيد، والله يحميهم والله يديم نعمه الامن والامان يا رب عليهم يا رب. الدول العربيه دون استثناء والله شوف يعني هم ما شاء الله عليهم مدبرين حالهم، لانه اول شيء التعليم لساته ما تقاعسوا في الهجوم على التعليم وتعليم اولادهم وكل هذه، وان شاء الله ربنا التعليم اذا بديت بالتعليم بنا 90% من مشاكلك بتنحل، انه عندك الخبرة بتصير عندك اللغات يعني والخبرات، فالتعليم اهم شيء، وما شاء الله عليهم بدهم مش وصاي وانه يعني يكون الواحد فيهم طموحاته بالاخص الشباب انه بالتعليم الجامعي برضه يكون موجود. يعني لكن دكتور اكيد يعني سعد دكتور حسين محمد السويني هذا سؤال شخصي يعني يعني اكيد اهل فلسطين كسوانيين نعم هو انا بتعرف الكسانو ثلاث انواع في كسواني وفي تشسواني وفي اسواني، انا طبعا التشسواني الفلاح التشسواني والثانية ترقوا شوي وصاروا هذا. ف سؤالك كان بخصوص بيجيلهم رسالة أكيد رسالة عبر هذه الحياة الوطنية. إيه والله طبعاً كساونة أهلي وحبايبي، والدي بتعرف كان أول مدير مدرسة في بيت إكسام، وفا يعني مش مقصرين في حالهم وشدوا حالهم ما شاء الله عليهم متكاتفين وكلهم متفهمين، وبعدين بتعرف أكبر نسبة تعليم كانت في خلينا نقول في فلسطين وفي الأردن وفي العالم العربي كانت من أهل بيت إكسا. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام كان 11 مدير مدرسة بالخمسينات في فلسطين والأردن من بيت إكسا، من بيت إكسا 11 مدير مدرسة من قرية. إحنا طبعا إحنا بعيدين عن القدس بس 3 كيلومتر بيت إكسا، يعني مقابل شارع يافا القديم طوالي، أول قرية بتلاقيك وانت طالع من القدس ليافا هي بيت إكسا بتلاقيك، أو بيت إكسا إذا بالفلاح يعني. فما شاء الله عليهم إن شاء الله أنهم مرابطين في البلد. زوجتي ما شاء الله زي ما قلت لك هي طبعا دكتورة خدمة اجتماعية وكانت عميدة كلية خدمة اجتماعية فلشؤون البحوث، فهي ما قصرت في تربية أولادها، عندها ابنها الكبير أو ابنها الكبير طبيب، واللي بعده ماجستير في الاي تي من جامعة جورج ميسون، والثالثة طبيبة اللي هي البنت الوحيدة، والرابع ما شاء الله الابن الرابع خلص هندسة مدنية في جامعة جورج واشنطن يونيفرسيتي، وبعدين سوى ماجستير في جامعة بوسطن في الفاينانس، وبعدين عمل إشي اسمه كودينج سكول. هلا والله فرصة بالمقابلة هذه نعرف الناس شو الكودينج سكول. أنا كل ما أقول للناس كودينج سكول بيني وبينك مع أني أنا عامل شهادة الدكتوراه سنة 1975 على الكمبيوتر، يعني أنا مدخل بالكمبيوتر سنة 1975 اللي أيامها تقول الناس عندي كمبيوتر أو بقول لك شو الكمبيوتر، ما يعرفوش الناس شو الكمبيوتر أول السبعينات. تصور طبعا أنا بديت بالكمبيوتر من 69، كان إلي جار مهندس بالكمبيوتر فبديت أتعلم منه، فمع أنه وأنا من 1975 إلي اتصال بالكمبيوتر وبالبرمجة وبالأيام الباينري سيستم بالبرمجة، مع ذلك أجي بقول لي ابني بدي يعمل كودينج سكول. قلت له إيش كودينج سكول؟ طلعت يا سيدي هلا صرعة جديدة في أمريكا، طبعا حتى تعون اللي معه دكتوراه بالبرمجة بيعرفوش الكودينج سكول. هذه مدرسة من 8 إلى 9 شهور بتدرس فيها تعمل كودز بالبرمجة، يعني لازم يكون عندك خلفية برمجية وتعمل في نيويورك مثلا 3 كليات كودينج سكولز، في لوس أنجلوس في 1 أو 2، والدول العربية ولا واحدة، الدول الأوروبية ولا بلد فيها كودينج سكولز، شايف كيف؟ ف
أنا حابب يعني خلال هذا إنه الناس يعرفوا إنه هاي الكودينج سكول كتير مهمة، ولا فادتني أنا بأعمالي. أنا عندي حوالي 1200 موظف في العالم، فأجا ريان اللي هو تاع الكودينج هذا عمل لي كود، فأجا ما شاء الله عليه، هو لابني الأصغر واحد، احنا بنسميه بالكسوان عقاب العنقود. فريان هلا بيزبط لي اشياء كثيره بالكود، يعني هلا ممكن انا على 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 الجوال، خبرته من اللي درسها بالكودينج سكول، يعني هلا على الجوال لو اشوف مثلا شو عندي، حتى في مطاعم الفلافل كم حبه فلافل وكديش بصل استعمل في بيع الفلافل اخر ساعه، يعني كل شيء بالكود، يعني تكنولوجيا متطوره. شيء بيعقد، يعني انا بيربك عقدني، مع انه انا يعني تاع كمبيوتر، بس الكودينج سكول هاي غيرت من 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 من, من تفكيري بالنسبه للبرمج وال وال وال, وال والكمبيوتر. مهني جديد وعمل اكيد. ننسى الدكتور الله يخلي لك اهلك زوجتك اكيد، واكيد ان شاء الله اكيد دائما وابدا زي ما ذكرت قبل قليل، من صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب. سعاده الدكتور اكيد ما راح نحدد موقع مستشفى فيلادلفيا، اكيد معروف موقع هذه المستشفى العريقه والمرموقه، اكيد ارقام الصدر على الشاشه زي ما مدير التصوير انس العايد. نتمنى لك التوفيق دكتور، اكيد اسرنا اكيد بجيتنا اكيد لهذا اللقاء التلفزيوني، واكيد انت رجل من اعمده هذا الوطن، والله يحفظ جميع الدول العربيه دون استثناء، مدى مجد الاستقرار ومجد الاستثمار، وكل عام وانت بخير دكتور، ولزوجتك واولادك اكيد خارج الوطن، واكيد للساده المشاهدين. وفي نهايه التقال اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعاده الدكتور حسين محمد الكسواني، وهو اشهر من ان يعرف كمدير مستشفى فيلادلفيا ورئيس الجامعه الامريكيه العالمي. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله طموحك عالي ان شاء الله، والله يعطيك العافيه والصحه، وشكرا جزيلا ايضا لضيافتك في منزلك المتواضع والراقي. شكرا لكم، شكرا على اللقاء، وان شاء الله انه احد يستفيد من هاللقاء كمان. شنو